يونس عبد الحميد. بس ده اللي عايز يقتل يحيى. انا بخدم راجل مع كل مفاتيح البلد. امال انت فاكره كنت بكلمك على الواتس الفتره اللي فاتت دي كلها ليه؟ كتابك عندي انا قاعد. هو يحيى هو رجل الاعمال اللي اتنقل للمستشفى بعد هجوم دار النشر؟ اه ده اللي انا شفته، وانا كنت فاكراه بيطمن على يحيى. سياده العميد حازم صقر، ازاي الورق اللي جوه الظرف يتبدل وانت بتقول ان انت قافل الظرف بايدك؟ ناهد ليها يد طويله في الموضوع ده. عايز افتش شقته، عايز اجمع عنه شويه معلومات قبل ما اقابله واتكلم معاه. بينزل مرتين ثلاثه في اليوم في حدود الساعه 9 بالليل. جاي مصر امتى؟ لا طبعا اكيد مبسوطه. حمدي طلع ظابط سابق، اللي بيحصل ده راحت جوه الداخليه. ما بتشكش في حازم؟ ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ عشان في حاجه حصلت لازم تعرفها. ليه خلى حسين يراقبك؟ اكيد شاكك في حاجه. ممكن يكون يحيى هو اللي زقه عليك. الشقة فاضية يا بيه، الدور الأرضي الشقة اللي في وشك على طول. خليك أنت في العربية. تمام سعد. هلو فيفي. يعني انت هتخرجي وهو خرج؟ وكنت فضلت عند دينا احسن. والله العظيم يا حبيبتي غصب عني، جوزي رجع ورايح اجيبه من المطار. طب انا مالي يعني، انتوا هتسيبوني لوحدي؟ لا 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 لا، ايه مالكوا؟ في ايه؟ بوبي خرج تاني ورجعنا زي الاول. اه هو ما قالش رايح فين؟ هو من امتى يحيى بيقول هو رايح فين؟ هو جوزك رجع فعلا؟ اه أشرف هيعدي عليا وهنروح سوا نجيبه من المطار. طيب يا ستي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عمي أنا احتمال يعني أرجع على البيت وأبات هناك. وليه بقى؟ ما تيجوا نبات كلنا مع بعض هنا، الفيلا واسعة وتسعنا كلنا. ربنا يسهل. بس أنا عايزة أتكلم مع حضرتك في حاجة مهمة. تحب أحبس نفسي كمان في الأوضة عشان تتكلموا براحتكم؟ مش للدرجة دي يا قمر 14. كفايه بس تقعد هناك كده في اخر الصاله، عشان يمكن عمته وهي بتتكلم معايا عايزه تقول لي كلام سر. وبعدين انت يا غدا ممكن تتكلمي قدام ايتن عادي، خلاص دي كبرت وعقلت. ولا ما كبرتش وما عقلتش؟ هنعمل ايه في موضوع نهد؟ انت قلتي حاجه ليحيى؟ لا بصراحه خايفه اقول له. طيب خلاص سيبيني انا اتصرف.
احنا سمعنا كلام طرف، بس لازم نسمع كلام الطرف التاني. علشان كده لازم اتصل بنهاد عشان اسمع عايزه تقول ايه بالظبط، وبعد كده انا هتصرف. انا مش فاهمه حاجه، هو ايه اللي بيحصل؟ هفهمك بعدين يا روح قلبي جدو. هو حضرتك هترجع الشركه؟ لا طبعا. ليه؟ انت مش بعت الفندق؟ هو يحيى لحق قالك؟ عمي معلش انا اتاخرت ولازم امشي، نتكلم في الموضوع ده بعدين، بس لو سمحت فكر في موضوع رجوعك الشركه ده تاني. حاضر. يلا باي باي يا حبيبتي، ما تزعليش. باي باي يا عمي. باي يا حبيبتي. ممكن افهم بقى؟ ممكن جدا يا روح قلب عين نني جدو من جوه. لا مفيش جديد، يحيى مخلي السواق بتاعه رايب له شقه. بابا انت جيت؟ يحيى نور الدين؟ مش انت يحيى نور الدين؟ هو بابا وصل لك؟ بس بابا ليه ما قاليش انه كلمك؟ ده لسه قافل معايا وما جابليش سيره. هو لسه طالع دلوقتي تقريبا. الشقه دي هو فين؟ تصرف يا حازم، اوعى تخلي فضلي قبل يحيى. تصرف وبعت لي اللوكيشن اللي انت فيه برساله على الواتساب. يلا بسرعه. انت مع مين يالا؟ اسمع حتى يا باشا، اثبت مكانك يالا. انزل يا فضل، انزل. انت مطلوب حي او ميت، انزل. هديك اكتر من اللي دفع لك. ولا كلمه. يلا هي كده. يلا. الو، يونس بيه احنا لقيناه، يحيى هو اللي وصلنا ليه. حاضر، هبعت لك اللوكيشن حالا. اتفضل. قدام يلا. يلا. في عربيه 4 باي 4 طلع منين؟ من الاتجاه ده. طب اركب.
شفت العربية يا صالح؟ لسه باشا. دي خطوة كويسة جدا، ما تقفش بقى حتى لو حاسس ان اللي بتعمله ده قليل. طب خلاص ابعتهولي وانا هقراه وهقول لك رايي. ماشي اوكي، مع السلامه. كلمي مين يا سلمى؟ كلم عمر. سبتي؟ يا مصيبتك ليه يا ماما، ده شغل. بعدين هو بيكتب روايه وعايز الدار تنشرها له. عليا انا الكلام ده؟ الروايه دي هو اللي بيعملها عليكي عشان يفتح لنفسه سكه تانيه، وانت طبعا هبله وهتصدقي. مامي انا مش عيله صغيره على فكره عشان يضحك عليا، وبعدين هو فعلا اتغير. مش قلتي لي ان البنت اللي اسمها سماح دي رجعت له تاني؟ هو قال لي كده بنفسه. اه انت عايزه تنقطيني؟ انقطك ليه يا مامي؟ عمر اتغير على الاقل، بقى واضح وبقى بيقول لي كل حاجه. بصي يا سلمى، صدقيني يا بنتي لو قلت لك ان انا قلبي بيتقطع وانا بقول لك اللي هقوله لك ده. انت حظك نيله في الرجاله، اول واحد مات وهو صغير، والتاني طلع مجنون وبيخونك، والتالت اتسبب في موت باباكي ومش معبرك. انت امتى هتفهمي ان انت ماشيه في السكه الغلط؟ امتى؟ طب الاولاني وعارفينه، والتاني وعارفينه، التالت مين بقى؟ يحيى. اه بقول لك ايه يا ماما، اقفلي خالص على الموضوع ده عشان مش عايزه اتكلم فيه. اوكي؟ وانا بقى مش هبطل اتكلم في السيره دي عشان انا امك. ماشي يعني سامعاني؟ في ايه يا هريه؟ في ايه؟ في ايه يا باشا؟ في حاجه مش مظبوطه. ايه هو اللي مش مظبوط؟ خلينا نرجع نفهم كل حاجه. يا عمي اه فضل معايا، قابلكوا فين؟ ماشي ماشي، سلام. الوفد الامريكاني جاي يعمل ايه هنا يا عادل؟ وانا مالي يا اشرف، انا ليا شغلي خلاص، اظبط لهم مواعيدهم، الخروجات بتاعتهم، تحركاتهم، بس كده. معنى كده ان انت 3 ايام وراجع تاني؟ طب انا كنت خليتني في الفيلا، انت كانك ما جيتش. ما تقلقيش، انا شغلي كله بالنهار، انا وانتي بقى بالليل. ايه اللي انت بتقوله ده؟ الليله مش سامعنا. الله بقى يا عادل، ويا سلام لو الوفد الامريكاني ده نازل مصر عشان ينزل لنا سعر الدولار شويه، عشان انت عارف بقى قوي. لا والله. ايوه وفد من الخارجيه الامريكيه ينزل مصر مخصوص عشان ينزل لك سعر الدولار يا مغفل. ايه يا عادل انت بتهزرش ولا ايه؟ انا بهزر. وبعدين ايه يعني؟ إيه؟ انا نفسي الدولار يعلى ويعلى ويعلى. طبعا. وانت هيفرق معاك في ايه؟ ما انت بتقبض هناك بالدولار. اه انت جاي تقر بقى. طب ايه؟ انت ناوي تأنسنا هنا كتير؟ ايه؟ واحد ومراته بقالهم شهور ما شافوش بعض، وانت قاعد يعني مرحلح ومهوي. عادل عادل. طيب استأذن انا يا جماعه واسيبكم براحتكم، تصبحوا على خير. وانت من اهله. انت احرجته. اعمل ايه؟ وحشاني. مش قادر امسك. هو انا ما بوحشكش غير وانا قصاد عينيك؟ ما انت بتقعد بالشهر ما بتكلمنيش مره. اه غدا انا جاي هنا 3 ايام، هنقضيهم نكد كان بيها، نقضيهم فرحانين ومبسطين ومريحين كان بيها. هو انت اتجوزتني ليه؟ انت اللي اخترتي انك ترجعي مصر. انا اخترت اني ارجع مصر عشان انت طول اليوم في الشغل وسايبني لوحدي. حاسس زي ما اكون سمعت الكلام ده قبل كده. فين يا عادل؟ فين يا عادل؟ عشان قلناه مليون مرة. انت اخترتي النكد
الحمد لله على السلامة يا عادل، وتصبح على خير. وانت من أهله. أنا كل اللي جه في بالي يحيى بيه إنها خناقة عادية ما بين سواق تاكسي وسواق عربية ملاكي، لغاية ما لقيته بيزق الراجل بتاعنا جوه العربية وخطف، ورحت مكلم سعادتك في الموبايل. يعني ما جاش في بالك يا صالح إنها مستحيل تكون صدفة؟ خناقة مع الراجل في نفس اليوم ده بالذات؟ هو ده اللي حصل يحيى بيه، عداها لي. بس اللي أنا مستغرب له حاجة واحدة بس، الراجل ده أنا فضلت مراقبه مدة طويلة ما يتخطفش إلا في اليوم اللي سعادتك تيجي فيه. أنا السبب. إيه؟ أكيد كان في حد مراقبني وأنا اللي وصلته للراجل. بس السؤال بقى، اللي كان مراقبني ده عرف إزاي إني بدور على الراجل ده ورايح له؟ هما كانوا كام واحد؟ هو واحد بس يحيى بيه، وأنا ما نزلت من العربية وجريت وراه كان ركب عربيته وهرب وخطف الراجل، وما قدرتش أتحقق منه لأن أنا شفته من ضهره. واحد بس يقدر يراقبني من غير ما أكشفه؟ واحد بس يعمل كل ده؟ حضرتك بتشك في حد؟ بدأت رواية جديدة؟ آخر رصاصة، ده اسم الرواية؟ اسم الفصل الأولين. الرواية اسمها إيه؟ مش عارف بس. وهتنشرها عند مين بقى؟ أنت مش كنت نازلة؟ إيه قلة الذوق دي؟ أنا كنت بفكر نبات. لا لا ما تباتيش، يلا انزلي. دي بقت قلة أدب بقى. بقول لك يا سماح، انزلي وما تجيش هنا تاني، كفايه اول حد كده. عمر انا لو نزلت من هنا مش هتشوف وشي تاني. هايل، كويس، برافو، مش عايز اشوف وشك تاني يا سماح. يلا حبيبتي. انا اللي غلطانه، انا اللي عملت كده في نفسي، انا اللي استاهل كل اللي بيحصل لي ده، انا اللي جبته لنفسي، انا اللي عملت كده. دغدغي دغدغي، حقك حقك، ما ناقصكي. التلفزيون مش عايز يشتغل، كان فيها ايه بس يعني لو استاذ حازم شال معايا التلفزيون والتش؟ شوفي ضاع عليا لحد دلوقتي كام مسلسل. هو ده اللي همك؟ مش التلفزيون كان شال شويه من الهم ده؟ هو احنا هنقعد هنا على طول؟ معرفش. طب ما تيجي نخبط على الجيران، يمكن يطلعوا ناس طيبين ويخلونا نتفرج على التلفزيون معاهم. اتكتمي خالص وما تجيبيش سيره التلفزيون تاني. جيران ايه اللي هنخبط عليهم يا متخلفه انت؟ هكيت. طب ما انتيش جعانه؟ لا اصلا انا لقيت كيس ذره فهعمل فشار وكده ازود لك. اسكتي بقى، اسكتي اسكتي. مش عايزه. طيب ده هواك كان وراينا عليكم السلام والنعمة. ما مصدق يا ام علي. خلاص بقى اللي فات مات. تسلم ايديك يا ام علي. بص يا غريب، انا ست دغري. انا عارف، وانت اللي فهمتيني غلط النوبه اللي فاتت. يا سيدي قلنا اللي فات مات، انا عايزاك في كلمتين، وعشان انا ست دغري هقولهم لك على طول. امريني يا ست الكل. هو انت تعرف يحيى بمين؟ اصل يعني شكلك كده دون عن اللي شغالين كلهم هنا، شكلك تعرفه كويس. صحيح، بس انت بتسألي ليه؟ طب انت كنت شغال ايه قبل ما تيجي هنا؟ يعني مش باين عليك ان انت بتاع الشغلانه دي. برضه بتسألي ليه؟ قلبي بيقول لي كده ان انت وراك حاجه، صح؟ شوف يا ام علاء يا اخي، طلعي كل اللي جواكي عشان قلبك يطمن. احنا الوزاره هتصرف لنا الشيك امتى؟ والله على حسب كلامهم، أول ما البنك يختارهم بإجراءات الحجز، يعني بالكتير يوم أو يومين. حلو، مبروك علينا يا جماعة. أنا بس كنت حابب أأكد على وضعنا أول ما هنستلم الشيك. البنك هيحجز على السيولة المالية بتاعتنا كلها مع أصول الشركة، والحاجة دي هتفضل تحت تصرف البنك لحين تسليم أول مرحلة من المشروع، يعني من 9 شهور لسنة على حسب العقد. عارفين،
ما انا لازم أكد على كل خطوة قبل ما نعملها. المشروع كبير والغلطة فيه هتكلفنا كتير. ده طبيعي جدا يا أستاذ. احنا هناخد 35% من تكلفة المشروع، يعني حوالي 300 مليون جنيه. انا فاهم انت تقصد ايه باشمهندس ماهر، صح؟ طبعا. مشروع زي ده وتجميد ارصدتنا والاصول لحين ما نسلم اول مرحلة من المشروع وما عندناش مدير مشروعات، دي كارثة. طب ما هو جنبك اهو. انا؟ انت. انا يعني باشمهندس ماهر ده رئيسي وانا ما اقدرش يعني. هو ايه اللي مش هينفع؟ اروح اجيب مدير مشروعات غيرك وانت اللي تحاسب عليه؟ اصل كده هحتاج مهندسين تانيين عشان يبقوا. ما تجيب اللي تجيبه. انت مدير المشروعات وانت اللي عارف اللي عايزه. هشوف. حاضر. طب انا هستأذن، انا هطلع على البنك. مبروك يا باشمهندس. زكي. الله يكفيك. طب انا هستأذن، انا فرح ريال قصدي عشان نشوف المهندسين الجداد. طب روح روح. حركة صايعة قوي. اختيار ذكي. ذكي مهندس شاطر. شاطر طبعا. وهو اللي وقف قصادك لما طردتي ماهر. بقيت افهمك لما ابص في عينيكي. اشارة واحدة بس من عينيكي بفهم انت عايزة تقولي ايه. عيب كده. في انا؟ ما احنا بقينا شركة خلاص. أديك قلتها بنفسك، شرك بس. يعني أنت كمان طلعت حرامي؟ هو يحيى بدا إيه؟ إيه؟ ما هي مفهومة، الراجل بيدور على اللي قتل مراته وابنه. طب هو كذب عليا ليه؟ وقال لي إن ربيع كان شغال عنده، ودلوقتي أعرف إن هو جر الست اللي اتقتل عندها ربيع. ما يمكن هي اللي زقها عليك. وهي هتزق عليا ليه؟ هتعوز مني إيه بس؟ لا، الحكاية فيها إيه؟ طب ما تروحي وتسأليها. أه؟ هيحصل ايه يعني؟ اكيد هتقول يحيى بيه ومش بعيد يطردنا من الشغل. يطردنا ومجمعاني معاكي ليه يا ام علاء؟ انا مش قصدي يعني. يا ست ولا تقصدي؟ انا كده كده هروح معاكي، يعني هروح معاكي. استنى بس، انا مش عارفه اذا كنت هروح ولا لا. طب بقول لك ايه؟ لو انت خايفه على اكل عيشك يا اختي بلاش تروح. بس انا خلاص مستبع وهروح معاكي، يعني هروح معاكي. خلاص ماشي نروح لها. طب بقول لك ايه بقى، سيبيني كده عس عليها واشوف ميتها ايه، واشوف حته نتقابل فيها بعيد عن الفيلا بتاع يحيى بيه، عشان يعني لو طلعت ست جدعه وما قالتلوش اهو ما نبقاش ودينا نفسنا في التهلكه بايدينا. ربنا يستر. ان شاء الله هيستر يا اختي. انت بس روقي كده وصلي على النبي. يا ست الحي ابقى من الميت. انا بس مش بحب اشوفك زعلانه يا ام علاء. في ايه يا اشرف؟ عمال تلف وتدور وتهبل بأي كلام. أنا مش فاهم منك حاجة ومش فضيلك. معلش أنا بس مش مركز عشان ما نمتش من امبارح. يا الدرجة دي؟ هو في إيه؟ بفكر أقول لك ولا ما أقولكش؟ يا حبيبي اخلص، عندي شغل. طب أنا هتكلم بصراحة. اتنيل اخلص. ها؟ فاكر طارق الجمل؟ فاكره. ماله؟ غدا بتقابله من وراك.